عين أخرى للشراب، ثم تقصد إلى العين الأخرى فتتناول من بعض آنيتها، فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب، وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل، وجسدك ناعم أبدا، حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه، فيسلس من فيك إلى جوفك، فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته، ثم نقى جوفك من كل آفة، فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب والغل. فيا برد طهارة صدرك، ويا روح ذلك على فؤادك. فتح أبواب الجنة. حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن، واستكمل أحباء الله ذلك معك، والله مطلع يراك ويراهم، أمر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه، مشفقين وجلين من عقابه إعظاما له وإجلالا، وهيبة له وحذرا من نقمه، أمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه، فانحدروا من دارها وبادروا من ساحاتها، وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها، وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا، وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك. فيا سرور قلوب المفتوح لهم، باب جنة رب العالمين. رائحة الجنة وطيبها، فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها، فنفح وجهك وجميع بدنك، وثارت أرايح الجنة العبقة الطيبة، وهاج ريح مسكها الأذفر وزعفرانها المونع وكافورها الأصفر وعنبرها الأشهب، وأرياح طيب ثمارها وأشجارها وما فيها من نسيمها، فتداخلت تلك الأرايح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك، وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك، ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض، قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه، فقد أكمله الله في الصفاء والنور ومازجه نور ما في الجنان، ونظرت إلى حجب الله وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات، والنظر إلى وجه ربك فاجتمع طيب أرايح الجنة وحسن بهجة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها، وذلك أول روح وطيب لا تنغيص فيه نفح وجهك. سعادتك في دخول الجنة ومشاهدة الملائكة، فتوهم نفسك مسرورا بالدخول لعلمك أنها يفتح بابها لك والذين معك أولياء الله، وفرحك بما تنظر إليه من حسن بهجتها وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك
من طيب جوها وبرد نسيمها، فتوهم نفسك أن تفضل الله عليك بهذه الهيئة، فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لك، حتى إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزه: ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم، ونادوكم سلام عليكم. فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم، ثم أتبعوا السلام بقولهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو دنيا، ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جواره، ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبدا، فقالوا: طبتم فادخلوها خالدين. فلما سمعت الإذن وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول، فكظت الأبواب من الزحام، كما قال عتبة بن غزوان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لانقضاضهم على باب الجنة أهم إلي من شفاعتي، رواه أحمد. فكظ من الزحام، فما ظنك بباب مسيرة 40 عاما كظيظة من زحام أولياء الرحمن؟ فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور من الياقوت والدر، أرض الجنة. فتوهم نفسك أن عفى الله عنك في تلك الزحمة، مبادرا مع مبادرين، مسرورا مع مسرورين، بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت، فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس. فلما جاوزت بابها وضعت قدميك على تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المونع، والمسك مصبوب على أرض من فضة والزعفران نابت حولها، فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت، فأنت تتخطى في تراب المسك ورياض الزعفران، وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها.